يا مسوكا انت ياما هتيجي ياما ولا امشي يا ولا استنى عليا اما لمي شويه الرفايع دول رفايع ياما بقول لك ايه الشقه فيها كل حاجه خلصيني بقى يا واد شويه الرفايع دول ما يهونوش عليا دول ذكرياتي وحياتي كلها شيل 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 ياما احنا مسافرين البلد ياما ايه اللي انت جايباه ده بس يا باي عليك ياما يا اخ سوكا يا عم الشيخ خلاص نويتم المغادره يا عم الشيخ مغادرين ان شاء الله خد يا واد والله ولا كنا ناويين نغادر ولا حاجه يا سيدنا الشيخ هو احنا حيلتنا حاجه بس هنعمل ايه بقى البيت المدعو ده هو كان هيقع على دماغنا انما انا نفسي ومناعيني كنت اقعد في الحته كلها لحد ما يودوني القبر يا اخويا ما هو برضو الحرص واجب يا مسوكه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ما احنا بقى نغادر يا عم الشيخ عشان التهلكه اللي انت بتقول عليها دي والنبي هتقطعي بينا يا مسوكه زي بالظبط ما قطعت بينا لما بطلتي بيع الفجل والجرجير ماله يا اختي الفجل والجرجير بقى ان شاء الله ما هي بتاعت الفجل والجرجير ده هي ربة راجل زي الفل نجم من نجوم السماء العالية وعندنا عربية ورايحين يا حبيبتي بيت يشرح النفس مش بيتكم المدعو اللي ان شاء الله ان شاء الله هيندك على دماغكم دكن دكن ما تدكك يا ولية يا ولية انت لسانك هيفضل بتبري منك كده وانا شفت حاجة من الحارة دي عدلة بس اعمل ايه قلبي اللي عاوز يتقطع ما بتهونش عليا العشرة هو انا بنت حرام يا بنتي والنبي هتوحشينا يا مسوك والنبي هتوحشيك مش هوصيك يا اختي بقى ده بيتك تيجي في اي وقت يا اختي حاضر يا سوكا وانت خلي بالك من امك لو انها تخرب بلد بحل حبيبتي ولا روح اجري هات القله ام عاشور بسرعه وقت ذكريات ولا ياما دلوقتي اجري يا واد هات القله ولا ما تنرفزنيش لو عليك ياما يلا يا واد حبيبتي السلام عليكم يا اخ سوكا سلام عليكم الله خليك انت هنا في التهلوكه بقى يا عم الشيخ دلوقتي انا ما بحبكيش ده انت حبك مسكت انت قلبي والله قاعد وحاطط رجل على رجلي والنبي عارفه يا سوكا والنبي عارفه القله ياما حاضر القله ياما اتفضلي ياما سلام عليكم يا حبيبتي هتوحشيني والله سلام يا كوريا سلام يا قلبي والله خلي بالك من امك خلي بالك من امك ماشي حبيبتي العافيه والله يا كوريا يا حبيبتي هبقى اجيلك سلام عليك يا ولد اسرح يا ولد سلام عليك يوم اما وليه الا صحيح غوره وليه من هنا غوره وليه من هنا المركب اللي اتود مية بالتمام والكمال والله يا اخي سلومه انا خدتهم بس عشان خاطر كبداكي وعايزك تعرف ان انا عمري ما شاركت باقل من نص مليون طب مين يبارك لنا فيك يا حاج يخليك لينا يا كبداكي اطمن واحده واحده هتلاقيني داخل عليك بالنص مليون ومن مليون كمان دول نسختين من عقد المشاركه نضلنا عليهم هنا يا معلم سلومه عم ده ايه انا ببصم قبل ما تبصم حسنتي نعم نعم ايه حسنتي عيب ده انا المعلم سلومه ايه المعلم سلومه ده انت معلم على نص المنطقه في الفلوس حسنتي صدقني صدق عيب لا يبقى خلاص خد يا حاج العقد لا 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 بس مش كنتصرف فيك هات هات ألف مبروك يا معلم سلومة ألف مبروك أنت ابن حلال ولسه ياما هتشوف أقسم بالله